أسعد الله مساءكم متابعينا، تحية لكل أوفياء برنامج بالقانون. نتواصل على الرقم الظاهر أسفل الشاشة ككل عدد، فمرحبا باتصالات الجميع. أول اتصال، ألو. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أحسن لباس. الحمد لله، ربي يبارك فيك. الله يسلمك، تفضل. عندي زوج من الناس. زوج من الناس؟ زوج أشخاص. زوج أشخاص. أصحابك؟ لا لا، مو صحابك أنت. صحابي معليش. نعم. هادو أنا سلفت لهم دراهم وخرجوا الطريق. سلفت لهم دراهم وخرجوا الطريق. باينة. كاين واحد اسمه كاين واحد بالثقة أعطيته أمانة. وخرج الطريق، وكاين واحد بيع وشراء ويا. اسمح لي، اللي بيع وشراء حاجة ولا عطيت له أمانة، واش تقصد عطيت له أمانة؟ فهمني، سلفت له دراهم ولا صدقتهم عليه؟ كيما نقولوا هو تاجر. اه؟ هو تاجر، تاجر. هو تاجر. اه. واحتاج دراهم عطيته أنت؟ اه لا لا، عطيته شغل، بغينا نخدموا مع بعض. نعم، أنا نسمع فيك. ايه، هو بدراهم، هو بالعمل تاعو. لا لا، هذه ماشي سلعه، ما سلفتوش هكذا، هذه شراكه. تقدروا شراكه؟ ماشي، تقدر شراكه. ناري شراكه، لازم تسمي كل حاجه باسمها. الدين دين، والشراكه شراكه، والصدقه صدقه. هذاك انت واه درت انت واه شراكه؟ شراكه. درت انت واه شراكه ومن بعد خسرته؟ ما خسرناش، خسرت الطريق وخسرت الطريق. ما عرفش يعطيك دراهمك. نعم؟ ما حبش يعطيك دراهمك. هاي ما حبش يعطيني دراهمك. كي درتوا الشراكه هذه، درتوا ورقه ما درتوش؟ ما درنا حتى ما كاين حتى وثيقه ولا شاهد، ما كانش. ما كان حتى شيء. وثيقه يعني هو خان الثقه تاعي. هو خان الثقه، الثقه خانها. لا لا، ماشي ما ماشي، خلينا من الثقه، خلينا من المشاعر والعواطف والثقه وكذا. عالم الاعمال ما فيه لا ثقة ولا شيء، تحسبها مليح. ودير الوثيقة تاعك. ديرهم يديروا اعتراف بدين، يديروا وديعة، يديروا يعطيك شيك، يعطيك كذا. أنت الأمور القانونية كاع ما درتش. واش عليه ما درتش؟ أنت تعاملت لأنه عالم الأعمال هذا فيه ربح وخسارة، أنت مديت دراهم، جات الفايدة، جات الخسارة، مرحبا بها. نعم. بس ما حسبش بلي السيد هذا يقدر يخرج لك الطريق. والسيد الثاني واش دار لك؟ السيد الثاني بعت له شاحنة. بعت له شاحنة. ايه. ايوه، وكتبتها له. اعطاني نص، اعطاني نص السومة والنص الاخر عطاني كيف يخلص الطريق. وكتبت له ولا ما كتبتلوش؟ كتبت له. وانت اللي يجي يدي لك دراهمك. والله يا استاذ، شوف احنا هذوك نكونوا واقعيين. انت وين تسكن؟ انت منين الاخ؟ من توكورت. من توكورت، نعم. ايه. كمل، يعني اسمع فيك. قلت احنا هذوك، انا نحكي انا كشخص. نعم. تعاملت مع هذوك الناس في زوج بحكم الثقه وحكم الجيره. يا سيدي، الثقه راه ما ماتت. لا لا، معليش. الثقه ماتت عندها بزاف ودفنوها. على بالي القانون نحن مغفلين، على بالي راني غلط، على بالي. لا 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 لا. شوف القانون وش يقول. القانون يقول تحت 10 ملايين نقدروا نثبتوهم بالهضره بالشهود. فوق العشرة ملايين لازم تكون عندنا وثيقة. صح، معلش أستاذ، أنا واش رايك؟ أنا ناس تسالني دراهم وراني نخلص في الكيف الدين تاعي وما عندي حتى وثيقة. هذيك واسمها الأخلاق. الأخلاق. هذيك اسمها الأخلاق واسمها واسمها. إن لم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذيك اسمها الأخلاق واسمها الضمير. ولكن لما تتعامل مع ناس ما عندهاش ضمير، ما يبانولكش في الاول، لانه في الاول جيستومون احنا في الاول كنت كانوا نقدر نقول كانوا يعني ما شاء الله. في الاول هذا الناس في الاول هذا الناس تلقى منهم غير الرطابه والكلام الطيب ونخدموا كيف كيف وحنا خاوه عند ربي و كلام وكلام يعني ما نقدروش. لكن الان انت في معضله. كيش ما كاين حل. نعم، انت في معضله، انت في معضله. السيد اللي بعت له الشاحنه اعتقد ان الامر انتهى، لانه اسمح لي اعطاك نصف المبلغ. خويا روح كي تكمل لي دراهم راح نكتب لك هاي الشاحنه عندك، كي تكمل لي روح عندي. هذا
اقصى شيء تقدر ديروا له. ولكن هذا كنت في ظروف نحتاج درهم. واش عليه تحتاج درهم ما تكتبلوش؟ إيه يعني قلت أو جار يا أستاذ راه جاري واش يا سيدي جاري. الله يا سيدي أنا نقول لك خاوة خرجوا طريق لبعضهم تقول لي جاري مازالك أنت أنت مازالك الشيء اللي صراك أنا متأكد باللي أنت اللي يجي يصب عليك مازال تقول لي جاري راك مازالك تحكي لي يا سيدي العالم تبدل العالم تغير الأخلاق تغيرت معايير وضوابط الأخلاق تغيرت الروابط الأسرية ولا ما عندهاش معنى لأن الآن ولا الأخ يشارع أخوه ولا الأب يشارع ابنه ولا الأم تشارع بنتها ولا الجار يشارع جاره ولا خلاص يعني الأمور أفلتت. لذلك الإنسان باش يضمن حقوقه يكتتب. بارك الله فيك. يكتتب هذا ما كان سهلة خويا نعطيك الكاميو نكتبه لك وعلاش هو ضغط عليك باش تكتب له أنت ثاني يديه يكتب لك. لا هو ما ضغطش عليا انا ما ضغطش عليا واش عليه قال انت تحوش نكتب لك لانه عندك ظروف كان ثاني تروح معايا اروح دير لي وديعه دير لي وديعه عند الموفر دير لي وديعه انت جاري وبيناتنا علاقه احترام وباش تستمر العلاقه بيناتنا روح عند الموثق دير لي عقد وديعه يدوك خسرنا بعضنا كاع. المهم ما نبقاوش نحكيو على الماضي الان واش نديرو امر الشاحنه حسين كتبت له باريت كارت غريس بالنسبه ليه خلاص دفع الثمن يقدر يوقف غدا يقول لك ما انا خلصتو عطيت له دراهمي الدراهم تاعو بدليل انه كتب لي تقول له يقول لك انت راه كتبت له تقول له ما انا ما خلصتش يقول لك كيفاش واحد يكتب لواحد مازال ما خلصوش صح. بالنسبه للشخص اللي دخلت معاه في شراكه كاين امل انك ترفع عليه دعوه كيفاش ترفع دعوه بشرط يكون عندك شهود وبشرط اخر يعني ربما مستقبلا اذا حبيت تتعامل مع الناس كي تمد الدراهم ما تمدهمش نقدا دير لي فيرسمون بونكار اعطيني رقم الحساب انفيرسيك فيه باش تخلي لا تراس يا استاذ ان شاء الله دوكا ما عندش نمدو كاع يا نمدو على الجاي ولا ما نمدوش عندك حق اذا تقدر تكون يا اما شوف يا مد ديفينيتيفمون الواحد محتاج يعني انسان يكون خاسر يكون عندك شهود يعني عندك شهود سيد عندك شهود في القضيه تاع اللي عطيت له الدراهم هذا والله يعني شاهد واحد برشا تقدر دير له شكوى بالنصب تقول باللي نصب عليا اقنعني بمشروع وقال لي يعطيني الاموال ندخلك في مشروع وظهر فيما بعد ان المشروع هذا وهمي ودى لي اموالي الى اليوم ما ديت والو وجيب الشهود تاعك والقضيه هذه ممكن تاخذ وصف جنحه نصب ممكن جدا عناصر جنحه نصب متوفره بارك الله فيك شكرا شكرا استاذ الله يخليك الله يبارك في عمرك شكرا شكرا. الهدف دائما نقول ربما كثير من الاشخاص ما يفهموش ولكن الهدف هو توعيه الناس. مواطن يسال ولكن احنا نقصدوا نوصلوا لاكبر شريحه من المواطنين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مستقبلا. ضبط العلاقات هو سر نجاح العلاقات. كل شيء في علاقه تعطيه اسم باش فيما بعد ما توقعش في غموض وما توقعش في تاويل وما توقعش في سوء فهم وما توقعش في ما يقع فيه الناس في قضايا العقارات في قضايا شراء الشاحنات وفي قضايا الديون وفي قضايا غير يعيط لواحد يقول لي سلفت واحد دراهم على بالي راح يقول لي فيما بعد ما رجعهم ليش. اصبحت هذه القاعده والاستثناء واحد يقول لك سلفت ورجعهم لي المفروض العكس. مفروض لما اغلب الناس يمدوا ينقذوا ناس من مواقف ماليه ضائقه ماليه المفروض اغلبهم يرجعوا الاموال اعترافا بالجميل وزيد باش الناس مستقبلا يولي ما يخافوش. أصبح العكس القاعدة أن اللي ما يرجعوش الديون أكثر من يرجعوا الديون هذا إن وجد أشخاص يعيدون هذه الديون. إذا تضبطوا القواعد تاع المعاملات ما فيها والو يعني كاين منطق يقول لك بعت لي شاحنة أعطيتك نصف المبلغ هاي تروح تكتب لي معناتها هو خمم على روحه هو يعرف يخمم وأنت تروح تمشي معاه مقتاد هكذا رايح للبلدية وتمضي له باللي بعت له قول له واش عليه راه معك البلديه كتب لك مازال ما كملتليش دراهم تروح معايا عند الموثق تكتب لي واحده بواحده دير لي عقد وديعه عند الموثق وراح نكتب لك في البلديه انا قبضت ورقه ماشي دراهم ولكن عندها اثر نقدر نروح بها للمحكمه ونقدر نضغط عليك بصح انت كي نكتب لك تروح ما تخلصنيش واش بقى لي. وهذا مؤسف جدا قلت عندما ينعدم الضمير تصبح المعاملات بدون
معنا. معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك الاخ. الله يسلمك. استاذ عندي الاستفسار. نعم تفضل. يا اخي تسمعني مليح؟ نعم نسمع فيك تفضل. احنا عندنا مستثمره فرديه. نعم. طبعا الناس 87 تاع الاب الله يرحمه. نعم. هاد الورثه. نعم. ديجا الكاداستر كانت عندها في الاول لي بابي بروفيزوار تاع 87. كان 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 حق ال كان حق امتياز انتفاع ولا حق امتياز؟ والله ما سمعتك. كان حق ولا حق واحد اخر واش عليه ما يهمناش، المهم بابك توفى. توفى. ومن بعد؟ من بعد كي جا كاداستر 93 ما خدمش على لي بابي هذوك الاولين، كانت عندنا 248. كي جا في 93 ما كناش حاضرين حنا تما. جيت ما تلولو كما نقولوا الرسم. ايوا هو خدع على الاقوال تاع الجيران. نعم. وعندنا احنا عندنا في الكاتاس 248 والجيران كي وراو الكاتاس وراو له ان هكتار طروندو. نقصوا لكم. نقصونا نقصونا براسك النص وجي في الخاطر وكان لي باللي واش من منا ومنا واش من سنه واش من سنه هذه؟ في 93 ودا الكاداستر بدر لي بابي شالو اوفيسيال. واش عليه في 93؟ 93. ومن بعد واش وقع؟ دروكا حنا نخدموا في هذيك يعني كتار 42 مالي بابي تاع بكري كروكي وعلى ديسيزيون تاع تاع الفلاحه. يا سيدي بعد ما داروكم بعد ما كاداستروها يا سيدي بعد ما كاداستروها واش درتوا انتم من بعد من 93 واش درتوا؟ حنا بعد ما كاداستروها ما طعناش على كل حاجه. وعلاش ما طعنتوش؟ الاستيزاد هرب لنا في طرطار ماري. نعم. يا في وقت الطعن كانت الاب كان مازال ما توفاش. المهم ما طعنتوش المهم ما طعنتوش ايوه واش وقع من بعد؟ دروك انا عطيت السياس تسمى المده هذه نتاع 93 دروك اسكو سي تروطار ولا نقدر نطعنو؟ شوف الحاجه الاولى لازم باش نجاوبوك جواب صحيح وسليم لازم نكونوا على اطلاع بكل الوثائق وكل المعاملات وكل الاجراءات وكل التعديلات التي طرات على هذا العقار لازم تكون عندنا لأن الأمر يتعلق بإجراءات دقيقة. نقدر نقول لك أنا أطعن تطعن في عملية المسح. المسح هذاك. نعم نقول لك أطعن فيها أمام المحكمة الإدارية. ولكن نقدر من بعد نغلطك لأنه ممكن تكون كاينة إجراءات وقعت وحنا ماناش عارفين بها ونبعثوك تروح إلى طريق مسدود. يعني نعم يعني ما نقدروش ممكن يكون القرار المسح هذا تبلغ للاب تاعك وما طعنش فيه وفاتوا الاجل واذا فاتوا الاجل تروح للمحكمه الاداريه رايحين يرفضوا لك عدم قبول الدعوه في الشكل لانه راك خارج الاجل ممكن تكونوا بلغتوا بمقرر اداري ما طعنتوش فيه ولكن يخص نعرفوا كثير من الاجراءات اللي وقعت ويخص نطلعوا على كثير من الوثائق ايضا باش نقدروا نديروا التوجيه الصحيح لأن عملية المسح وقضايا المستثمرات الفلاحية فيها كثير من التفاصيل لتقطع الأجال واللي ربما تستمر فيها الأجال وربما لأنه أطرافها بزاف لأنه كاين أحيانا مديرية مسح الأراضي مديرية أملاك الدولة تحدث هنا عن سنوات ماضية ربما تكون فيها قرارات من الوالي كثير من الإجراءات لازم نعرفوها باش نجاوبك الجواب السليم ولكن الأصل هو الطعن في قرارات المسح من أشدها شهرة طبعا هو الترقيم تحدث هنا عن الترقيم النهائي لأنه كاين الترقيم المؤقت والترقيم النهائي وكاين طبعا الترقيم لحساب مجهول وكاين أجال لما تفوت بعد فوات سنتين نصبح أمام ضرورة اللجوء إلى القضاء لأنه لا يمكن للمحافظ العقاري أن يعدل أو يمس الوثائق الإدارية إلا بأمر قضائي.
ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في الأعداد القادمة. شكرا على المتابعة وشكرا أكثر على الثقة، إلى اللقاء.